مصر تمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينغ ماكس. أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية منع عبور وهبوط وإقلاع طائرات البوينغ في الأجواء والمطارات المصرية لصالح سلامة الركاب والطيران. وقالت الوزارة في بيان إنه تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم، وذلك في أعقاب الحادث المؤسف لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية يوم 10 مارس لنفس طراز الطائرة، ما أسفر عن مقتل كل من كان على متن الطائرة والبالغ عددهم 157 شخصا. الاتحاد الآسيوي يصدر توضيحا لقرار إلغاء احتكار بي إن سبورت بالسعودية. أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا توضيحيا بعد الأزمة الأخيرة، والتي جاءت بعد إعلان الاتحاد السعودي تلقيه بيانا من الاتحاد القاري يفيد بإلغاء احتكار مجموعة بي إن سبورت القطرية لحقوق البث الحصرية لمسابقات القارة بالمملكة. وعقب القرار أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الإعلامية عن مقاضاتها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على نطاق دولي واسع، وأنه قام بخرق واضح وجوهري في عقد حقوق البث التلفزيوني المقدر بملايين الدولارات. وزير التموين يطالب النواب المصري باستبدال نقاط الخبز بالدعم النقدي. قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي إن عدم وجود مخابز سياحية تبيع الخبز بالسعر الحر للمواطنين سبب رئيسي في استمرار صرف المستبعدين من البطاقات للخبز المدعم حتى الآن. وطالب المصلحي نواب البرلمان بمساعدة الوزارة في تحويل نقاط الخبز ليحصل عليها المواطن في صورة نقود وليس سلعا كما هو معمولا به حاليا، قائلا ذلك المقترح لن يوفر فلوس للحكومة ولكنه الأفضل. الإمارات تعتمد مجموعة حزم تحفيزية بمليار درهم لاستقطاب شركات عالمية. قال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يوم الاثنين اعتمدنا مجموعة من الحزم التحفيزية بقيمة مليار درهم لاستقطاب شركات عالمية تدعم جهودنا في البحث العلمي والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية. وتابع الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه على تويتر: نتطلع إلى جعل أبو ظبي مركزا عالميا رائدا للابتكار الزراعي في البيئات الصحراوية. البرلمان البريطاني يرفض صفقة البريكزيت المعدلة بأغلبية. رفض مجلس العموم البريطاني صفقة رئيسة الوزراء تيريزا مي المعدلة للبريكزيت مجددا بأغلبية. وقام مجلس العموم البريطاني الثلاثاء الماضي برفض الصفقة المعدلة، والتي كان من شأنها أن تنظم العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ البريكزيت. ورفض 391 عضوا بالبرلمان الصفقة في مقابل تأييد 242 شخصاً.